المسار ديال اللاعبين شغل ما تسال العقل في الكونترا. الى سولتي على متولي انا اقتنع انه لاعب كبير تقني كبير عطى للرجاء شيء الكثير والرجاء عطاته شيء الكثير كذلك. يعني في الفان كارير زعما مون سونس اللي الرجاء اجوردي محتاجه نفس جديد دماء جديده. هاد الناس هادو خصهم يخرجوا من الباب الكبير لانه الرجاء ما كتنساش وليداتها. انا اقترحت على الاخوان باش نديروا لتكريم كبير ونكونوا وانا اقترحت شخصيا انا نقولها انني ندير له تكوين من مالي الخاص خارج الرجاء لانه لاعب كبير. وانا تنقولها لهم تنقول لهم اللي بغى يعرف غير متولي غير من هنا لهنا يمشي يتفرج الريمونتادا هذيك ديال السطر الاخير ما تقلبش الصفحه حتى تقرا سميتو متولي هذاك الماتش. يعني ما يمكنناش نتنكروا ليه ولكن حنا الرجاء اليوم خصها دماء جديده خصها نفسه حتى داخل الفيستير خصنا نفس جديد خصنا تاطير جديد. اذا اللي تسال العقل ديالو ما كاينش. الا تتقول لي الزنيتي المفاوضات لا زالت قائمه لانه كان في معسكر ديال المنتخب كانوا مانعينهم اتصالات.